بحث بكاتب السياسية هي معركة قد تطول الحرب عن سرقتها عمليا. الكيان الصهيوني يصعب أن يوقف الحرب دون انتصارات ولو يعني رمزية ليس أقلها مبادرة الأسرى، والمقاومة استغلت هذه البغتة لتفاوض من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينية. كيف ترين مستقبل مبادرة يعني قادم الأيام في هذه المواجهة؟ استغلت هذه البغتة باعتقادي أن الاحتلال الإسرائيلي هناك خطة أمنية في قطاع غزة، يريد اقتطاع جزء من قطاع غزة. قطاع غزة حتى هذه اللحظة هناك قرابة 360 كيلومتر، الآن الاحتلال يريد أن يقتطع قرابة 50 كيلومتر من هذه المنطقة، بمعنى تصبح قطاع غزة الآن 250 كيلو للمواطنين الفلسطينيين. لذلك أصبحت المحافظات الشمالية الآن هي بعيدة كل البعد عن أي واقع ديموغرافي. الآن الاحتلال يريد أن يعمل على تغيير الجغرافي والديموغرافي لقطاع غزة، بالتحديد في المناطق الشمالية. لماذا يريد هذه المحافظات الشمالية لقطاع غزة؟ حتى يحولها إلى حدود أمنية. لذلك دائما هو يصر على عملية القصف في هذه المناطق حتى يتسنى إبعاد المواطنين، وبالتحديد أن شمال قطاع غزة يتواجد فيها أيضا الأنفاق وأيضا الأهداف العسكرية، ورغم أن هناك يعني القيادات العسكرية مختبئون، ولكن في نهاية المطاف أيضا هناك بعض القيادات تم اغتيالهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بعض أعضاء المكاتب السياسية في واقع حركة حماس تم اغتيالهم على أرض الواقع. لكن في نهاية المطاف باعتقاد أن الاحتلال مستمر في تحقيق أهدافه إلا إذا كان هناك ضغطا دوليا، وباعتقاد أن يوم غد سوف يكون هناك قمة عربية دولية في جمهورية مصر العربية، ولكن باعتقاد أن الاحتلال ما زال متعند في سياق يعني تنفيذ هذه الأهداف، سواء كان بعملية إبعاد المواطنين عن شمال قطاع غزة. وناهيك أن الاحتلال يريد أن يفرغ المواطنين عن كل المنطقة في قطاع غزة حتى يحصل على غاز غزة. لماذا يريد قطاع غزة بدون مقاومة بدون سكان؟ وبالتحديد يعلم تماما إذا كان هناك مقاومة فلسطينية فإن سوف تدافع عن الأرض والثروات، تدافع عن غاز غزة. وهذا ما أشار إليه حركة حماس، لن نعطي لكم هذا الغاز فلسطيني، كيف سوف تأخذونه دون أن يكون هناك تسهيلات اقتصادية؟ لذلك قام الاحتلال الإسرائيلي بعملية الضغط على المقاومة، وأيضا عملية اقتلاعها بهذه الحرب بهذه المعركة. باعتقادي أن المقاومة الفلسطينية عليها الآن الصمود، وعليها أن تستخدم وتستغل ورقة الأسرى الإسرائيليون بالضغط على الدول أن تقوم بعملية فك الرهائن الأسرى الإسرائيليين من أجل تحقيق أهداف سياسية، منها إخراج صفقة الأسرى الفلسطينيين. باعتقادي أن هذا الأمر مهم جدا، ولكن بحاجة إلى صلابة، بحاجة إلى مواقف حقيقية صلبة حتى هذه اللحظة. هناك مواقف صلبة من قبل المقاومة الفلسطينية، لكن الاحتلال عندما يستخدم الترسانة العسكرية والدعم الأوروبي والمجتمع الدولي الذي أظهر ازدواجية المعايير ويكيل الكيل بمكيالين، هذا الأمر نتيجة الاحتلال يتمادى في الضفة، يتمادى في قطاع غزة، يتمادى في المنطقة المقدسة. عملية التمادي في هذه الأمور التي تعمل على عملية إطالة هذه الحرب، هو بالعكس هو يستخدم إطالة الحرب ليستنزف المقاومة. باعتقادي أن قادم الأيام سوف تظهر ما هي نوايا الاحتلال، رغم أن النوايا معروفة تماما، إلا إذا كان هناك ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية عندما أفشلت مشاريع الفيتو، وضعت حق النقد الفيتو على المشروع البرازيلي أو المشروع الروسي باعتقادي لعملية وقف إطلاق النار، وهي أصلا وهي وضعت الرفض لعملية وقف إطلاق النار والرفض في عملية تحقيق هدنة إنسانية، باعتقاد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تحارب المقاومة وليس إسرائيل. قطاع غزة تحارب أمريكا، تحارب الدول العظمى، هي التي تحارب قطاع غزة. باعتقادي أن هذا الأمر بحسم نتيجة الخطة الإسرائيلية بحسمها القضاء على المقاومين الفلسطينيين، أعتقد أن إسرائيل مستمر في نهجه إلا إذا كان هناك تغيرات من عملية تدخلات، سواء كان حزب الله أو المحور الآخر. باعتقادي أن حتى حزب الله حتى هذه اللحظة يشاغل إسرائيل في المنطقة الحدودية، لكن لم يدخل ويحسم موقعه في
في الدخول لإنقاذ حركة حماس داخل سياق قطاع غزة، نظرا لأن كلا أطراف إيران أو حزب الله لديهم حسابات مختلفة، وحتى هذه اللحظة إسرائيل لم تمس الخطوط الحمراء لدى حزب الله، بمعنى أن إسرائيل لم تضرب العمق اللبناني، والعكس صحيح، بمعنى أن حزب الله ما زال يضرب في المناطق الحدودية، لكن مشاغبة لإسرائيل الخطوط الحمراء لدى حزب الله. بمعنى هذا إشارة أن كلا الطرفين بالتحديد حزب الله يشاغب الاحتلال حتى يكف عما يحدث في الجرائم في قطاع غزة، لكن إسرائيل حاليا تعلم تماما أن حتى هذه اللحظة أن دخول حزب الله لم يحصل إلى الواقع أن يدخل بشكل فعلي، حتى إيران أيضا كذلك، لأن إيران لديها حساباتها ولديها خطوط الحمراء، وتعلم تماما أن واقع دخول إيران ودخول أي حزب الله سوف يحول المنطقة إلى حرب شاملة، إلى حرب إقليمية، لكن حتى هذه اللحظة هناك الحرب ما زالت بين الكيان وأيضا المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المعنيون في إنهاء حتى يستنى استمرار في الخطط الاقتصادية والمالية التي بحاجة إلى غاز غزة، وأيضا بحاجة إلى قطاع غزة. لماذا؟ لأن إسرائيل هي تنمي إلى بناء قناة البحرين من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، وهذا لا يمر إلا من قطاع غزة، يعني من شمال قطاع غزة، لذلك الاحتلال يريد تفريغ هذه المنطقة من المدنيين الفلسطينيين وإبعادهم إلى سيناء، لكن المصريون ومحفهم حاسم بعملية عدم تهجير الفلسطينيين، حتى على الأقل الحفاظ على القضية الفلسطينية وحفاظ على الدولة الفلسطينية ومصالحهم أولا. نعم، ربما مصر والأردن مصالحهم الخاصة ستمس في هذه الوضعية.